أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أراد شخص العمرة لكنه ذهب إلى المدينة وجلس فيها يومين ثم توجه إلى مكة، فهل يحرم من هنا من بلده أم من ميقات المدينة؟ يحرم من ميقات المدينة، لأنه أصبح من حكم أهل المدينة، قوله صلى الله عليه وسلم: في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج أو العمرة، فيأخذ حكم أهل المدينة. إذا مر بميقاتهم وهو يريد العمرة أو الحج يحرم من ميقات المدينة.